اهلا بيكو في مغامره جديده وحلقه جديده والطوفي والشله. كل واحد فينا ليه اصحاب كتير قوي، من المدرسه، من الكنيسه، من النادي، وساعات كمان بيكون جيراننا، وكلنا بنحب اصحابنا قوي. بس انا عايز اسالكوا سؤال وتفكروا فيه معايا، ايه اكتر حاجات بتهمك لازم تكون موجوده في الناس اللي تصاحبهم؟ سمع ناس بتقول يكون دمهم خفيف، مظبوط. ايه كمان؟ سمع ناس بتقول نعرف نلعب معاهم في اي وقت، دي حاجه مهمه جدا. واحده بتقول لازم يكونوا لطاف، دي حقيقه. في حد كمان بيقول لازم يسمعونا وقت ما نكون عايزين نحكي معاهم. كل الحاجات دي مهمه جدا، برافو عليكم. النهارده بقى طوفي اكتشفت صاحب مختلف جدا وجميل قوي. تيجوا نعرف النهارده مع طوفي مين الصاحب ده؟ يلا بينا. يا عم بالونة أساعدك ولا لسه؟ قربت تخلص؟ لا يا توفي، أنا محتاج مساعدتك يا حبيبتي. كده يا عم بالونة دايما ما تعرفش تعمل حاجة من غيري، وريني محتاج في إيه. عايزين اتوفخ وأنا أربط البلالين. ماشي؟ طيب ماشي. لا دول اتربطوا خلاص. اللي قولي يا عم بالونة، مش إحنا أصحاب؟ طبعا يا توفي إحنا أصحاب، وبنحكي لبعض كل حاجة. طبعا. ومش أنت دايما بتقول عليا إن أنا رغاية؟ أنا قلت عليكي كده؟ هو أنت اديتيني فرصة؟ ما انا اصلا كنتش هديك فرصه ان انت تقولي ان انا رغاية. لا بس حسيت كده مره انت عايز تقول ان انا رغاية وان انا بتكلم 547 كلمه في الدقيقه، مع ان انا مش رغاية خالص. انا اصلا بنت هاديه ومؤدبه واخلاق، وعمري ما بتكلم برغي خالص. مظبوط مظبوط اللي انت بتقوليه ده، مظبوط. نكمل نفخ البلالين. طيب انت انفخ وانا هرب. ماشي. طب قولي بقى يا عم بالونه، هو احنا وربنا اصحاب؟ طبعا اصحاب. يعني طب اكلمه ازاي يعني؟ افتح بقك وكلميه. لا مش كده، كلمي عادي. قولي ربنا انت نفسك ايه، بتحلمي بايه، عايزه ايه، خايفه من ايه. انت كمان ممكن تشكريه وتصليه. بس انا يا عم بالونه انا بتكلم معاك عشان انا شايفاك، لكن انا هكلمه ازاي يعني؟ نفس الموضوع بالظبط، عادي اتكلمي معاه، طلعي كل اللي جواك وقولي. يعني ينفع اصلي كده واقول له كل حاجه؟ طبعا ينفع تصلي له دلوقتي. هو دلوقتي حالا يعني دلوقتي كده احنا قاعدين بننفخ البلالين دي هيبقى سمعنا؟ ربنا سمعنا. يا رب انا توفي وده عم بالونه كده. سلام. تمام. اكمل. كملي قولي كل اللي جواكي. يا رب انا توفي، انا كويسه على فكره، كويسه قوي، بحب انفخ مع عم بالونه البلالين. انت عامل ايه؟ على فكره انا بحبك قوي ومبسوطه قوي قوي ان انت كمان بتحبني. وبقول لك ما تزعلش مني علشان انا امبارح اتخانقت مع زقرد وضربته علشان بللي هدومي ووسخ لي هدومي كلها. وبقول لك لو سمحت كون مع باجزي عشان عندها امتحان بكره. انا كده خلصت. هي دي الصلاه، هو ده كلامنا مع ربنا. طب ينفع تقولي له في اي وقت هو سامعك على طول؟ يا رب على فكرة أنا بحب الآيس كريم بالتوت أوي.